طبعا جميع الاخوات والاخوان عندهم رغبه باش يكونوا ممثلين داخل المجلس الوطني، وفاش شي اخ او شي اخت ما كتنقاش راسها بالطبع كيكون واحد التدافع. فلهذا فعلنا يعني رئاسه المؤتمر فعلت واحد اللجنه باش تقبل جميع الطعون ديال الاخوات والاخوان. اعطينا احنا الصلاحيات للاقلين باش هما يطلعوا الممثلين ديالهم بطريقه اما يعني ديمقراطيه، اما غيتفاهموا على الاخوان او بالطبع كيكون هناك تنسيق وتفاهم داخل الاقليم. وبالطبع شي اخ ولا شي اخت فاش ما عجبهاش الحال، المهم عندها الحق الطعن. وهادشي اللي فعلنا فقط، انا اللي نشوفوا الايجابي هو الناس متشبتين، عيطوا ما تكتبوا بان الباب ما بقاش وهذا، ولكن الحمد لله اليوم بمناضلات ومناضلين ديالو اللي جاوا من جميع الاقاليم المملكه. شوف راه ممكن دابزوا بيناتنا داخل الباب، ولكن كنبقاو متشبتين بالمشروع، وهذا هو اللي اساسي. ممكن ما نتفاهموش مع القياده واحد الوقت معين، وانا من الناس اللي كنت انا داخل القياده السابقه، ولكن كنبقاو متشبتين بالحزب، كنبقاو مهما كانت يعني المكانه ديالنا داخل الحزب. وهذا اللي مهم دابا اللي خصنا نوصلوا ليه. احنا دابا فكينا هذا الشيء ديال المؤتمر او المجلس الوطني والانتخابات، وان شاء الله اليوم باللي غننتخبوا قياده جديده. اللي مهم هو نبنيو واحد التنظيم. كان عندنا واحد الحلم، وانا من 2008 في هذا الحزب، انا دخلت عندي 24 عام، وكان عندنا واحد الحلم داخل الحزب مع مجموعه ديال الشابات والشباب اللي كبروا في حقيقه اليوم، بقوا الشباب والشابات، اننا يكون عندنا واحد تنظيم قريب للمغاربه. وهذا الشيء اللي غنمشيو ليه ان شاء الله في المرحله المقبله. فلهذا سمعتوا كنا كناقشوا يعني كان هناك تعديلات في القانون الداخلي باش يكون هناك تشارك في القياده. هذه رساله موجهه لجميع المناضلات والمناضلين في الاقاليم، لان كاين هناك كنسمعوا شكايات هنا وهناك ان في بعض الاقاليم وبعض الجماعات راه واحد كيقرر راسو ولا يعقل. هذا الشيء نعم كاين، فخصنا نعطيو حل تنظيمي، وهذا الشيء اللي بغينا نوصلوا ليه اليوم باش يكون هناك لقاءات شعبيه. نرجعوا للاصل، الحركه اللي كل ديمقراطيين اللي عقلتوا عليها بدات بلقاءات شعبيه انذاك في 2007 2008، وجاو الناس وانتقدوا العمل السياسي وانتقدوا انذاك القياده اللي كانت ديك الساعه، ولكن من بعد انخرطوا. علاش؟ لان لقوا الناس اللي كيتصنتوا لهم كيسمعوا لهم وكيتجاوبوا معاهم بطريقه ايجابيه. هذا هو الدور ديال الاحزاب السياسيه. الحزب غيكون وزن 2026؟ غيكون وزن اليوم وغدا ان شاء الله. رده الفعل ديالكم فاش واحد ما غاديش يترشح؟ لا، هذاك الراي ديال السيد الامين العام، احنا نحترموا السيد الامين العام، قالها البارح. الرجل السياسي ولا كيعرف يدخل السياسه ويعرف يخرج من 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 المسؤوليه. نحن نحترم السيد الامين العام. علاش؟ لانه قاد الحزب باش يجيب واحد العدد محترم ديال النواب والنائبات ديال المجموعه ديال الجهات، وبالطبع لاول مره العثره والمعاصره كتدخل الاغلبيه الحكوميه، فكيخلي لنا واحد لو بيلون كي تري بوزيتيف، وهذا جد ايجابي بالنسبه لنا. وثانيا كتعرفوا بان راكم عشتوا تاريخ يعني مجموعه المؤتمرات مع الحزب، لاول مره نعيش واحد يعني تجديد بطريقه طبيعيه عاديه، وتشبت الامين العام بالمؤسسات حزب الاثار والمعاصره، والرساله هي ان اليوم هو معنا، كان معنا ودار وطلق مع المؤتمرات والمؤتمرين، وهذا ايجابي جدا. وهذه هي العاده اللي خصها ترجع، ماشي لابد انني نكون ولا ما كنتش غنهرس كل شيء. لا بالطبع كلنا غنعيشوا واحد المرحله في المسؤوليه داخل هذا الحزب، وغيجي واحد الوقت غيمشيو هاد المسؤولين وغيجيو مسؤولين جداد. خصنا نمدوا نعاونوا يعني القياده اللي غتجي من جديد باش نساعدوها تطور وتقوي هذا الحزب، لان في الاخر هذا الحزب هو في خدمه المغاربه. وكيكونوا اشكاليات في الطريق، لانه كان الحزب كيغلط كجميع الاحزاب السياسيه، وجرى به يعني العمل في على الصعيد الدولي كيكونوا اخطاء في تزكيه بعض الاسماء هنا وهناك. راك شفتوا ما يجرى في امريكا، ما يجرى في اوروبا، ولكن ماشي المؤسسه الحزبيه اللي كنلوموا فاش كيغلط واحد السيد، كنلوموا الفرد والشخص. لان ما يمكنناش نشوفوا يعني شنو كاين في الراس ديال بعض المسؤولين، لان في الاخر فاش كيغلط شي واحد بطريقه فاش كي يرتكب شي خطا غير قانوني، راه اولا كيضر الحزب، كيضر المؤسسه الحزبيه لانها تقت فيه واحد الوقت. فلهذا حنا كنقولوا شنو خصنا نبنيو واحد المؤسسه قويه، العوده بتنظيم يعني متقرب من المناضلات والمناضلين من المواطنات والمواطنين، غيخلينا يمكن يعني نتفاداو بعض الاخطاء في اقتراح بعض الاسماء في الاقاليم والجهات. سنشوف القياده الشبابيه فضل ان شاء الله، القياده دائما شبابيه داخل حزب الاثار المعاصر. باش يوصلك جديد فيديوهات الانباء تي في، تابونوا معنا في لاشين يوتيوب وفعلوا الجرس.